السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيانين ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم شهيوات وجمال مع فيروزة. وكما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كرواسون ولا بتي بان اللي كتجي غزاله بالعجين المورق لي بطريقه بسيطه بسيطه وسهله وما كيديش الوقت. خليكم معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه اللي حضرت بها هذه الكرواسون. هذه الصراحه كتجي مزيونه 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 ومنفوخه وهشيشه بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للمكونات خديت 60 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات وجوج ديال سكر الفانيلا وواحد الخماره نقولوا ديال 8 غرام. وخديت كذلك الزبده الخاصه بالتوريق 200 غرام و100 غرام ديال الزبده الحيوانيه ديال سونترال. نقدروا ناخذوا غير 300 غرام ديال الزبده التوريق وصافي. خديت هنايا خميره الخبز معلقه كبيره و 8 غرام معلقه صغيره ديال محسن الخبز. اذا ما كانش نقدروا نديروا غير بودره ديال الحليب. وخديت 3 معالق ولا 2 معالق كبار ديال السكر الخشن وواحد ياغورت مسوس كاس الحليب دافئ وجوج معالق ديال الزيت النباتيه والماء الدافئ اللي غادي نجمع به ان شاء الله هذا العجين. اول حاجه غادي نبداو بها كناخذوا الدقيق ديالنا وكنضيفوا له جوج ديال السكر الفانيلا الخماره الخاصه بالحلويات 8 غرام، انا هذه غير 7.5. محسن الخبز الا كان 8 غرام، معلقه كبيره ديال الخبز الخميره ديال الخبز سواء هذه اولا اللي كتكون المعجونه، السكر. وانا هنا نسيت ما عملتش قبيصه الملح حتى هي ديروها البنات. وهذه ياغورت مسوس اي طبيعي، ما كانش ماشي بالضروره ولكن كيعطي واحد المذاق صراحه مزيون. جوج معالق ديال كبار ديال زيت المائده وكنزيدو داك كاس ديال الحليب دافئ، نقولو كاس ديال العنبه. كاين البنات اللي كيعجنا غير بالحليب ما كيعملش الماء. غادي نبدا نجمع في العجين ديالي وما خصهاش تجي ثقيله وما خصهاش تجي خفيفه، يعني نص نص. وغادي نضيف الماء بشويه بشويه حتى يتجمع العجين ونرجع معكم. غادي نضيف الماء ونجمع العجين بشويه بشويه. هنا البنات من بعد ما جمعت العجين على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ما كتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه. غادي نعجنها يعني ندلكها بيدي مزيان مزيان، كنعملوا شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش العجين. وغادي نخدمها بهذه الطريقه واحد شويه 5 دقائق ولا 4 دقائق بهذه الطريقه. وابخي غادي نخليها ترتاح. علاش نورمالمون ما كنخليوهاش ترتاح؟ دابا غير البرد يعني الشتا، غادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ونرجع باش نعمل الزبده التوريق بطريقه بسيطه. يعني ما كنبقاش نفكر خصها تجي هكا ولا هكا، غادي تشوفوا طريقتي كيفاش كنعملها. صافي غادي نخليها ترتاح 10 دقائق ونرجع لها. هنا البنات دائما يا اما النشا او الدقيق اللي بغيتو كديروا على سطح العمل. وغادي ناخذ داك الكره ديال العجين بهذه الطريقه هذه غادي نبسطها اولا بالمدلك يعني واحد شويه باش ندير لها الزبده. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش. دائما استعنوا كما قلت لكم بالنشا او الدقيق. ماشي ضروره يعني تدلكوها بزاف وترقوها، غير واحد لي سباس فين ديروا الزبده
وتغطيو داك الزبدة. بالنسبة للزبدة ضروري تكون خاص بالتوريق باش كتطلع لكم هاد العجين هذا. صافي، هنا البنات كناخدو الزبدة من بعد ما كتكون على حرارة المطبخ باش كتجينا سهلة. كنبسط على هذه الطريقة هذه غير بيدي وكنديرها. كما كتشوفوا هنايا انا عملت 100 غرام تا ديال الزبدة الحيوانية. صافي، ودابا غادي نغطي هاد الزبدة، يعني غادي نقلب هاد العجين كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنا البنات من بعد ما عملت الزبدة كنرد العجين بهاد الطريقة، كنغطيها، يعني الطريقة التوريق ديالي سهلة وبسيطة كيما قلت لكم. وغادي ندلكها دابا، غادي نعمل شوية دقيق وغادي ندلكها. كما كتشوفوا كنعمل الدقيق باش ما تقطعليش العجين وتخرج لي الزبده، وغادي نبقى ندلكها حتى نرقى شويه، وغادي نرجع نقلبها مره ثانيه والثالثه والرابعه حتى نعمل يعني بزاف ديال 4 مرات ولا 5 كيكونوا كافيين. المهم بهذه الطريقه باش الزبده كتمشي لي في العجين ديالي كامل وغيب شويه لينا. دايما داك الجهه الفوقيه مع هاد الجهه كيكونوا هكا. تقدروا تقسموا العجين على جوج وتخدموا بشويه بشويه باش ما تجيكمش صعيبه. تقدروا تعملوها على داك كريسات مدورين وحده فوق وحده. المهم انا هاد الطريقه كتجيني سهله وما كتديليش الوقت. صافي، غادي نرقى باش نرجع عاود نعمل الطبقه الثانيه كما قلت لكم ديال هاد التوريق. من بعد هذه المرحله الثانيه كما كتشوفوا كنرجع، يعني هذه الثالثه والرابعه. هانتوما غادي تشوف كيفاش نعملها نفس الطريقه. غادي نرجع بالمدلك نرقق العجين، مهم البنات هنا صرعت الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. بنفس الطريقه كما شفتوا كنرجع بالمدلك كنرقق العجين والزبده كتماشى في العجين كامل وكتجي العجينه مورقه غزاله. هانتوما تشوفوا الطريقه الاخريه شنو غادي ندير. البنات في الاخر كنطويها على جوج ونرجع نطويها مره ثانيه، يعني كتجي على 4 مرات. وها كيفاش كتجي مورقه صراحه غزاله وطريقه سهله وبسيطه. غادي نقسمها على جوج وغادي نبدا نوجدو كرواسان او لا البتي بان ديالنا بطريقه سهله ومبسطه، وحتى نتوما غادي تعجبكم. وغادي نغطي النص الثاني اللي ما غاديش نخدم به بابي سولوفان. شتي كيفاش كتجي مورقه؟ نتمنى تكون باينه، بغيت نوريكم داك التوراق زعما. صافي، دابا باش غادي نعملو الكرواسان غادي نطلق هاد العجين ديالي. انا قسمت العجين على جوج باش تجيني سهله. دائما النشا او الدقيق باش ما تلصقناش. نتوما عارفين العجين فيها الزبده ودابا الجو يعني بارد. صافي، غادي نطلق هاد العجين ديالي ونوريكم كيفاش غادي نديرو هاد الكرواسان وباش غادي نعمروها. يمكنكم تعمروها بالشوكولا او لا تخليوها خاويه ولا باي حاجه كتعجبكم تعمروها بيها. انا المدلك هنا ما ساعدنيش كما كتشوفوا بالجوانب ديالو، ولكن ماشي مشكل. هنا البنات من بعد ما كما كتشوفوا عجنتها على هاد السمك هذا،
كنتو غادي تعملو الشوكولا كديروها بهذه الطريقة، ما كنتوش غادي تاخدو الشوكولا كتعبرو 7 سنتيمتر بالضبط، حيت الشوكولا فيه 7 سنتيمتر. كما كتشوفو كونت هاد المربع حيت الزوائد، وداك الزوائد ما كنسيبوهمش، كنرجعو نديرو وحدة فوق وحدة و كنطلقوهم، ما كنعجنوه ما حتى حاجة. هنا العجين ديالي كبر، يعني كل بلاصة غادي ندير فيها 2 كروسات بهذه الطريقة هذه. والسمك ديال العجين ما كيكونش رقيق وما كيكونش غليظ بزاف. هنا يعني هذا ما شاء الله 10 ديال الكروسات، وانا في هاد الاثناء عندي الفران كيسخن، حيت الجو بارد غادي نديرهم يخمروا في الفران باش ما يديوش الوقت كتير بهذه الطريقة هذه. طريقة سهلة ومبسطة وكيجيو ولداد، ويمكن تعملو بهاد العجين حتى لي شنيك، كيجيو مزيونين كما كتشوفو. داك الزيادة ما كنسيبوهاش، غادي نرجعو ونطلقوها بالمدلك مع العجينة الأخرى. غير أي عجينة شاطت ديروها في بلاستيك. وكتلويوها بهذه الطريقه هذه، وكنزيدو نديرو الشوكولا بهذه الطريقه وكنلويو. وغادي يطيب على درجه الحراره 200 او لا 180 ماشي مشكل. وملي كطيب كنشعلو لها من الفوق باش تحمر، كتاخد تقريبا 20 دقيقه بالنسبه انا خدات لي، او لا 15 كل واحد وكيفاش على حساب الفرن. هنا البنات خديت بيضه وجوج معالق ديال الحليب والقهوه القابله للذوبان، واحد نص معلقه، والقطرات ديال الخل باش نحيدو داك المذاق ديال البيض. وملي قبل ما تخمر كنديروها فوق منه باش كتعطي داك اللون اللي كيكون على كرواسون اللي كنشريوها من الزنقه. انا عملت واحد الغلط هنا البنات، هاد المساحه ما كافياش حيت ملي خمرت لي لصقت. لافونتاج اللي كاينه ان فيها الزبده، واخا كتلصق كنزولوها، ولكن من الاحسن تعطيو مساحه اكثر من هذه اللي عطيت انا. واذا عملتوها في الفران راه ساعه المكنه كافيه انها تخمر، حيت الفران كيكون سخون. ثم البنات من بعد ما خمر الفران غادي نعملها طيب. ايه فوالا البنات، كروسه ناجحه 100% مرقه وكتجي غزاله غزاله. كنت نتمنىكم، استغفر الله، كنتمنىكم تجربوها حتى نتوما. انا غادي تبرد ونقطع لكم باش تشوفوها كيفاش جاو. ممكن تزينوها باللوز ايفيلي، نطاج من الفوق، سكر كلاصي، اولا تخليوها هكا، لكم الاختيار. هذا البلاطو الثاني، وكتعطي كميه كثيره، ومن اسرار النجاح ديالها كما قلت لكم، من الفوق قبل ما تخمر ديروا لها داك البيض ونسكافيه وتخليوها تخمر وقت طويل. وبالنسبه للتوريق انا عطيتكم طريقه سهله سهله سهله، وعطوها مساحه ما بيناتها، وكنتمنى تكون عجبتكم يا ربي. كما كتشوفوا مورقه، وجربوها حتى نتوما وردوا عليا. كيف جاتكم؟ ودمتم في امان الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه الى عجبكم الفيديو، وبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم، وكنحماق لكم، والسلام عليكم.